كيفية التعامل مع الحساسيات الغذائية. تعد الحساسيات الغذائية تحدياً صحياً شائعاً يواجهه العديد من الأشخاص، ويمكن أن تؤدي إلى أعراض تتراوح من الخفيفة إلى الشديدة. لذا التعامل معها بشكل صحيح يتطلب فهماً شاملاً وتخطيطاً دقيقاً. ما هي الحساسيات الغذائية؟ الحساسيات الغذائية تحدث عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع نوع معين من الطعام كأنه خطر، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الحكة أو الطفح الجلدي، تورم في الوجه أو الشفتين، صعوبة التنفس، اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو التقيؤ. خطوات التعامل مع الحساسيات الغذائية: 1. التشخيص المبكر. قم بزيارة طبيب مختص في الحساسية، أخصائي الحساسية، لإجراء اختبارات مثل اختبارات الجلد أو تحاليل الدم. احرص على تتبع الأطعمة التي تسبب الأعراض. 2. التعرف على الأطعمة المسببة للحساسية. اقرأ ملصقات الطعام بعناية للتأكد من عدم احتوائها على المواد المثيرة للحساسية. احرص على أن تكون لديك قائمة بالأطعمة التي يجب تجنبها. 3. التخطيط الغذائي. استبدل الأطعمة المثيرة للحساسية بأطعمة بديلة آمنة. على سبيل المثال، استخدم حليب اللوز بدلاً من الحليب إذا كنت تعاني من حساسية اللاكتوز. اطلب المساعدة من أخصائي تغذية لوضع خطة غذائية متوازنة. 4. التواصل مع المحيطين بك. شارك حالتك مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل. إذا كنت تتناول الطعام في الخارج، أخبر النادلة أو الطاهية بحساسيتك لضمان تجنب المكونات المسببة. 5. حمل أدوات الطوارئ إذا كنت تعاني من حساسية شديدة. احمل دائماً معك قلم الإبنفرين إبيبن لاستخدامه في الحالات الطارئة. احتفظ ببطاقة تحتوي على معلومات عن حالتك وكيفية التعامل معها. نصائح إضافية: تجنب تناول الطعام الذي لا تعرف مكوناته بالكامل. علم أطفالك إذا كانوا يعانون من الحساسية كيفية التعرف على أعراضها وإبلاغ المسؤولين عنها. احرص على طهي الطعام بنفسك لتقليل مخاطر التعرض للحساسية. العيش مع الحساسية الغذائية مع التوعية والتخطيط. يمكن للأشخاص الذين يعانون من الحساسيات الغذائية أن يعيشوا حياة صحية وسعيدة. التكيف مع هذه الحالة يتطلب التحلي بالصبر والالتزام، مع الحرص على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسك.